السلام عليكم، معكم عادل الكوش بصفتي رئيس نادي ونائب رئيس العصبة. من واجبي انني نشجع البلدات هادو، واليوم يعني في هذه المدينه الجميله مدينه عرائش بالضبط حي بكاره، اللي اليوم بان واحد الوليد تبارك الله اللي في مستوى خصهم اللي يسقلوا المواهب ديالهم في داخل الانديه. وكنشكر المنظمين ديال جمعيه بكاره للتنميه والبيئه والثقافه في عرائش على المجهود الرائع اللي نظموا فيه هذا الحلبة ولا هذا السباق. وكنشكر جميع الساهرين على هذه التظاهرة وشكرا.